هينا اليوم جامعين موهبتين بوحدة، موهبة البايك وال صيد الأسماك. الحين على مكان نجرب نصطاد بالمياه العذبة ونجرب حظنا أكيد. نشوف شو راح نصطاد اليوم. ما في شيء اكله. ما بدنا نسكو للاسف. مسك ماشي ماشي. واو هليكيت الكار. ما عندي ولا فكرة هذا كيف. يا الله ولا عنا العدة لألو. أوف اوف. اوه ماي جاد عطش. اوف الحمد لله انه هذا عطش، انه ما عندي يعني البلايرز وهذا اسنانه يعني مرعبة. يعني يمكن هذا ما بعرف كيف كان ممكن شيل الهوك من فمه. فهمت يعني رح فرجيكم صورته هذا كيف ماسك منه قبل. بس يعني اخ يا ويلي هذه ال هذا اسمه مثل اليجيتر جار. هذا اسمه مثل يعني هو شكله مين مثل السمك او التمساح. فمه نفس التمساح نفس فم التمساح. شو عم نستعمل من هذا البريد؟ اكيد بريد 20 باوند. هون مفصل مع وزن صغير، وهذا هون فلورو كربون كمان 20 باوند مع صنارة صغيرة جدا. يعني هذه الصنارة وبنحط عليها شوية خبز.